السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا من جديد. نتمنى تكونوا في صحة جيدة وفي أحسن الأحوال. اليوم جبت لكم وصفة رائعة دي كريب سكري بلا بيض بالنسبة للناس اللي ما تبغيوش مذاق البيض. صراحة هاد لي كريب كيجيو رائعين، كيجيو رطبين، كنقدروا نعمروهم بأي حشوة بغينا. انا هنا عمرتهم بلا كريم شانتيي والفواكه الموجوده عندي في البيت. بالنسبه للحشوه كيبقى لكم الاختيار، تتعمروهم باي حشوه نتوما كتفضلوا. خليكم معايا ندوزو نتعرفوا على المقادير وطريقه التحضير باش نحضروا هاد لي كريب بدون بيض. مقادير جد بسيطه وكذلك الطريقه سهله بزاف. بسم الله على بركه الله نبداو مع المقادير والطريقه في نفس الوقت. كناخذوا الكاس ديال الخلاط الكهربائي وكنوضعوا فيه نصف لتر من الحليب، كنضيفوا عليه جوج كؤوس عامرين من الدقيق الفورس، الدقيق الابيض عبار كاس العنبة، كنضيفوا رشيشة الملح، وكذلك 3 معالق كبار من السكر. بالنسبة للسكر دائما كيبقى على حسب الذوق. كنضيف كذلك كيس لافاني وفي الأخير كنضيف معلقة كبيرة من الزبدة اللي ذوبناها من قبل. هادو هما المقادير اللي غادي نحتاجو باش نحضرو هاد لي كريب. ممكن تعويض الزبده بالزيت، عوض نضيفو معلقه كبيره من الزبده كنضيفو 60 غرام من الزيت، كتبقى دائما نفس النتيجه. كنطحنو الكل في الخلاط الكهربائي حتى كتجانس لينا جميع العناصر، وكنفرغو الخليط في واحد الاناء وكنخليو يرتاح مده ديال ساعه. وندوزو دابا نحضروا الكريمه اللي غادي نرافقوا بها هاد لي كريب ديالنا. في الاناء اللي غادي نطربوا فيه كنوضعوا كاس عامر من الكريمه السائله، تقريبا كاس العنبه، وباش نغنيو هاد الكريمه غنضيفوا ليها واحد العلبه ديال الجبن كريمي بيرلي او لاجوكي بالسكر. ممكن تضيفوا ياورت بالفاني او بالفواكه على حسب الذوق. وكنضيفوا جوج معالق كبار من السكر، دائما السكر كيكون على حسب الذوق. كنطربوا الكريمه بالطراب الكهربائي حتى كتعقد لينا وكتوقف لينا الكريمه مزيان. غير كتبان لينا الكريمه بدات كتعقد كنحبسوا من التطراب باش تبقى باينه ليس وزوينه. نحاولوا ما نطربوهاش كثر من القياس باش ما تحببش لينا ويجي المنظر ديالها غير مرغوب فيه. كنوضعوا الكريمه في واحد البوش جيطابل وكنحتفظوا بها في الثلاجه حتى كنبغيو نقدموا لي كريب ديالنا.
من بعد ما ارتاح لينا عجين الكريب كنسخنو مقلة على نار متوسطة اللي كتكون خاصة، وكنصبو فيها واحد المقدار من العجين، كنحاولو نوزعوه على المقلاة كاملة باش كتجينا طبقة متساوية ورقيقة. فاش كيبان لينا تحمر من الجناب كنقلبوه على الوجه الآخر وكنخليوه يتحمر كذلك. وكنستمروا بنفس الطريقة حتى كنكملوا العجين اللي عندنا كامل. من بعد كندوزوا للتقديم. بالنسبة للتزيين كناخدو وحيدة وكنوضعو في الجنب ديالها لكريم شونتيي، وكنوزعو فوق منها قطع ديال الفواكه، أي فواكه عندنا. انا هنا استعملت فقط البنان والفرومبواز حيت هما اللي كانوا موجودين عندي في البيت. الا عندكم الفخاز او البعويد او الخوخ، اي نوع ديال الفواكه كتقدروا تستعملوه. وكنلفو على شكل سيجار بالطريقه اللي كتشوفوا معايا، وكنستمروا على هذا الشكل حتى كنكملوا لي كريب اللي عندنا كاملين. كيجي شكل رائع وراقي. بالنسبه للتزيين كيبقى لكم دائما الاختيار. انا زينتهم بهذه الطريقه كيف كتشوفوا معايا، وضعت وريضات من لكريم شونتيي وضعت فوقها الفرومبواز، وزينت باللوز إفيلي ودوائر من البنان، ورشيت شوية ديال السكر غلاسي. دائما التزيين كيبقى على حسب الذوق. أتمنى هاد الوصفة تنال إعجابكم ورضاكم، وإلا عجبكم الفيديو ما تنساوش توصلوه لأعلى عدد من اللايكات، وتبارطاجيو الوصفة مع أحبابكم والأصدقاء ديالكم باش تعمل فائدة. ودائما مع جديد الوصفات إن شاء الله.